والإنسان في جهاد. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: إن العبد المطيع قد يقطع عليه الطريق من قبل نفسه أو من قبل الشيطان ببعض الذنوب، إنه يسر في طريق الله عز وجل، لكن قد يأتي ما يقطع عليه، لكن من تاب تاب الله عليه، كما في صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. ما أحد يسلم، الله المستعان. ووقوع الذنب من العبد حتى يتبين له أنه بحاجة إلى الله واللجوء إليه، وأيضا يعرف نفسه فلا يزكي نفسه، ولا يعرف أن لنفسه فضلا أو أنه أفضل من الغير، لا،